لكل سيدة بتعاني بتنظيم مشترياتها بالمطبخ وخاصة موضوع الميزانية. بحلقة اليوم رح نتعلم كيف نعمل أكل صحي بميزانية بتناسب الجميع. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ مشكور الله. شو يا شيف، اليوم حلقتنا مميزة، يعني قصة الميزانية بتشغل بال كتير من السيدات. 100%، بس أهم شيء إنه ميزانية صحية عم نحكي لها. طبعاً، يعني كتير من السيدات مثلاً بتهمل هم إنه كيف نحن بدنا نشتري أشياء من السوبر ماركت بميزانية محددة، وطبعاً في عندك الشق الثاني والمهم هو الأكل الصحي، كيف نقدر نحن نشتري أشياء بمبلغ منيح اكيد كمان لنعمل اكل صحي 100%. هلا بتعرفي انت امراض العصر الايام، حتى اذا ما نحكي عن ناحيه الامراض، اما حتى الاشخاص اللي هن بيحبوا يحافظوا على صحتهم مشان المستقبل اكيد. اوكي، هلا اول طبق حنعمله هو عباره، نحن كثير بنحب البيك بوتيتو. مزبوط. فنحن على طول بنفكر لك النشا، بروتين، دهون. بحياتنا على طول هيك، يعني لازم نقسم طبيعي اطباقنا، مش بالطبق لازم يكون بقلبه دهون ونشويات وجبتنا والبروتينات جنب الالياف والاملاح المعدنيه والفيتامينات. اوكي، فحتى المنيوات اللي بنعملها بالمطاعم على طول بنفكر قد ايه عم نحط نشا بالصحن. أه. مشان الاشخاص بدهم ياكلوا صحن سلطه، بدهم ياكلوا صحن مين كورس، بدهم ياكلوا دسات، لانه انت حلو. عندكم يعني بالمطعم بيجي ناس من كل الجنسيات، كل الاعمار، ما بتعرف شو عندهم، من شو بيعانوا يعني. لا مش بس هيك الفكره، الفكره انه لازم يكون الاكل متوازن، يعني حتى بالمطاعم مش انه والله بس بعمل صحن. أوكي. ما فيني اعمل صحن يحس الشخص حاله كمان متخن، والا بخسر انا مصاري، يعني بدل ما ياخذ سلطه وطبق ودسات. اها، شفت كيف بتصير الكالكوليشن. اول نقطه، ثاني شيء اكيد مشان الصحه، لانه كمان الدهون كثير بتنعس. لكن هلا نحن صار عندنا 3 ستيبس، هي في عندنا اول شيء الميزانيه، 100%، عندنا التوازن بالاطباق، وعنا اخر شيء الاطباق الصحيه. 100%. فنحن بخلال هيدا الحلقه يعني عم تعطينا افكار كيف نحن نشتري اشياء يعني بميزانيه معقوله، نعمل توازن باطباقنا، واكيد ناخذ اشياء صحيه بتفيدنا، بتفيد جسمنا طبعا. 100%. هلا حنحط هون مي شوي مع هالبطاطا. طب انت يا شيف كيف مثلا هالمعلومات قدرت تجيبهم لتقدر تعمل هالاطباق هيدا؟ هلا هي اكيد هي مش معلومات، هي من خبره شخصيه. عم بحكي انا على الميزانيه. أوكي. يعني يوم ما قلت لك انا اذا بدي اعمل طبق اطباق معينه بالمطعم، على طول بفكر انه كيف بيكون الطبق اكيد كلفته مقبوله، لنقدر اول شيء نبيعه بسعر مقبول، ثاني شيء ليكون كمان متوازن بالمواد اللي بقلبه، دهون ونشويات الى اخره. فما بنكتر بالصحن المواد، اوقات الغلطه بتصير انه بيجي الاشخاص بيعملوا بصيروا يزيدوا، اما بيعملوا كذا طبق على الطاوله. هيدا اول شيء من ناحيه الميزانيه مش منيحه، ثاني شيء الشخص قد ايه بده ياكل بالاجمال. في ياكل لقمه لقمه لقمه، بعدين خلص ما هي بعد بتحمل كميه اكل معينه، ما فيك تحمل زياده عن اللزوم. فلذلك على طول بفكر انه انا بدنا نعمل طبق بقلبه الياف، بقلبه دهون، بس بشكل انه كمان بنفس الوقت يكون يغذي بلا ما يأذي صحتنا. اوكي، شو عملت هلا يا شيف؟ هي البطاطا حطيناها هلا هون بجوت مع شويه مي، حنحطها مايكرويف لتنطبخ. وبنفس الوقت حنبلش نحط هيك، يعني كانه عم نسلق البطاطا 100%. ما تنسى انه البطاطا مايكرويف هو بشغل كريات المي بقلب الخلايا، هيك بيشتغل، هو بسخن من جوا لبرا. اوكي، لانه كريات المي بقلب الخلايا الخضراء اما اللحمه اما اي شيء بتسخن، فبتطبخ بتطلع حرارتها فوق 100 درجه. اوكي، وهذا سيف يعني؟ اكيد ما في صحي، لو ما انه سيف كانوا يشيلوه من السوق من زمان، ما كانوا يخلوه. اوكي، هودا كلهم ابروفد اكيد من شركات صحيه. اوكي، هلا حنحط بالمايكرويف